اوه والله لعبة غريبة يا سلام ار تي اكس 2060 برا مثل ما شفتوا مقدمة الفيديو هذا الموضوع كثير في ناس اشتكت منه وكثير في ناس حكت منه بعد التحديث 15.30 فاليوم بعد هذا التحديث انضرب معنا الدايركت اكس 12 وانضرب كثير اعدادات معنا باللعبه وتخبصت فان شاء الله بهذا المقطع لحلمك عن الاعدادات المضبوطه بالنسبه لبعد هذا التحديث وكيف تحل موضوع التكسير او عدم البكسله او عدم الرندر بلعبه فورتنايت بعد هذا التحديث فلا تنسى اللايك ليوصل لكل لك مكان وكود دعم بالايتم شو ومتسع أمامكم اللي امامكم بتشكركم على الدعم فيه عن السحب اللي عملته على القناه اخر فتره بس ان شاء الله راجع للمي ألف إن شاء الله مع لوجو جديد ومحتوى جديد على القناة فهلا والله بس كانت طابة الأرضية وفيديو جديد. شو صار بعد هذا التحديث طبعا بعد هذا التحديث انا كنت ساحب على اللعبه وما عم بفتحها بنوب ولكن بعد ما فتحتها صار عندي كثير مشاكل وجليتشات اهمها انه اللعبه ما عم ترندر وكل هذا انا وعندي RTX تي اكس 2060 وعندي هارد SSD يعني الموضوع مو من مواصفات جهازي ولا شيء فبعد منها قلبت شوي على الفيسبوك لقيت بعض الاشخاص عم يشتكوا من هذا الموضوع وعندهم كروت قويه وكروت ضعيفه وفئه متوسطه وكل الناس عم تشتكي من هذا الموضوع على البي سي فان شاء الله انا لحل بالنسبه لهذا الموضوع مبدئيا انا رح لك شو المشكله رح مقسمه المشكله الاولى رح تكون يا اما من اعداد اعدادات الملفات داخل فورتنايت اللي هنا بتلاقوهم داخل السيف يا اما بتكون من الدايركت اكس 12 فانا لحللك الموضوع بالطريقتين يا اما بنحل معك على الدايركت اكس 12 وبتكمل لعب مثل ما كنت متعود انا ومتعود كل الناس على الدايركت اكس 12 يا اما بدك تضطر تشيل الدايركت اكس 12 وتشتغل على الدايركت اكس 11 وبعد منها تكمل على هذا الموضوع لحتى نستنى الابديت الثاني لحتى يصلح موضوع البيتا او التجربة تبع الدايركت اكس 12 تابعوا الموضوع بكل بساطه رح اشرح لكم اياه بكل سهوله اول شيء بدي اياه منكم انه انتم تكونوا متاكدين تعريف كرت الشاشه هذا الموضوع كتير بسيط بتفوت على الجي فورس اللي هو تعريف كرت الشاشه بعد منها بتفوت على الدرايف بعد منها بتحط تشيك ابديت مجرد ما تعمل تشيك ابديت يا اما بيقول لك في ابديت جديد يا اما بيقول لك انه خلص انت هيك موجود عندك الابديت الكامل وما بدك تحدث ولا تعمل اي شيء وتاني شيء تعمله انك انت تدوس كبسه الستارت مع حرف الارت تكبسهم مع بعض وتحط هي الجمله اللي ظاهره امامك بعد منها مباشره بيطلع معك هذا الملف بتدور على فورتنايت جيم وبتمحي الملف بشكل كامل بعد منا بتفتح اللعبة مجرد ما انك انت تفتح اللعبة بيقول يا اما كونفيرم يا اما ديكلاين هلا انت حط ديكلاين مبدئيا ولا تعمل اي شيء بالاعدادات مثل المظاهر امامك بتدوس هالكبسه بعد مننا بتفوت على طور الباتل رويال بشكل طبيعي وبتتوجه مباشره على الاعدادات طبعا هو رح يعطيك واجهه اللعبه كانك هلا انت فاتح اللعبه ومنزلها كله بتشيله وبعد منها بتفوت على الاعدادات مثل ما حكينا وبتعمل هاي الاعدادات اللي ظاهره امامك الاف بي اس حسب انت شو الجهاز تبعك وتاني شيء اللي معنا اللي هن بالنسبه للافكت وهالقصص هي حسب انت الجهاز تبعك ولكن يفضل انك تعملهم كلياتهم لو وتعملهم مثل هدول الاعدادات اللي انا عم بعملهم مشان يكون عندك الموضوع ظابط وتختبر الجهاز تبعك وتختبر اللعبه بشكل كامل طبعا وبتحط دايره اكس 12 مثل ما أنت متعودين البيت لاصحاب الدايره اكس 12 اللي بيلعبوا كانوا مثلي وبتطلع من اللعبة بتعمل سيف وبتطلع من اللعبة وبترجع بترستر اللعبة مرة تانية طبعا هون انت الاعدادات عندك حفظت بشكل كامل وقلب عندك الدايركت اكس ل 12 البيتا التجريبي. بعد منها بتفوت على جيم سولو وبتجرب اللعبة. انا رح اورجيكم تجربتي للعبة وبرجع لكم. مرحبا معك مثل ما شفتوا تجربتي كانت هي هي ونفس الموضوع حاولنا نرسل اعدادات اللعبه ونفس الموضوع نفس المشكله بالدارة اكس 12 وانا ليكون يكون عندكم فكره انه انا الاعدادات مزبطه وعامل تحديث للدارك ومظبط كل شيء عندي تعريفات ومو ناقصني اي شيء مشان ما تقول انه ممكن يكون تعريف من عندي او شيء هلا بقى نفوت على الطريقه الثانيه الطريقه الثانيه بتكبس كبسه ستارت وبتكبس حرف الار نفسه اللي هي الرن بعدها منها بتفوت على اعدادات فورتنايت وبتمحي الملف بشكل كامل وبترجع بتفوت على اللعبه نفس الخطوه اللي قبلها بشكل كامل نفس الموضوع بتفتح اللعبه بترستر معك كانك هلا نزلها بتحط نفس الموضوع وما بتعمل اي شيء بالاعدادات مباشره بتحول على اللوبي بتفوت على الاعدادات بتظبط الاعدادات مثل ما انا عم بعمله لحتى تقدر تختبر اللعبه بشكل كامل وبتخلي الدايركت اكس 11 ما بتغيره بنور بالدايركت اكس 11 وبتضل مثل ما هو وبتحط طبعا الشو اف بي اس لتشوف الوضع تبعك بالنسبه للاف بي اس ولكن هلا رح نعمل شغله ثانيه انت وداخل اللعبه مجرد ما تظبط الاعدادات ما بتضطر انك انت ترستر اللعبه على الدايركت اكس 11 هون بقى انت رح تعمل شغله جديده انك انت تكبس ستارت وتكبس ار مع بعض مثل قبل شوي وتشغل الرن مجرد ما انك انت تشغل الرن رح تفوت على المسار نفسه اللي كنا فيه ولكن هلا ما حتمحي ملف فورتنايت رح تفوت على فورتنايت جيم بعد منا سيف بعد منا كونفيج بعد منا ويندوز كلين بعد ما تفوت على هذا المسار اللي ظاهر امامك كل عليك انك انت تفوت على هذا الملف او هذا الدفتر اللي بتقولوا عليه وتعمل له ريدنج اونلي بس تكبس على هي بتحط عليها صح وبعد منها بتكمل لعب لازم انت واللعبة قبل ما تفوت على اللعبة مش عمال اف بي اس والاعدادات تتغير معك طبعا انا رح اترككم مع تجربتي ومثل ما شايفين الاعدادات وارجع لكم مثل ما شفتوا التجربة كانت ظابطة والاف بي اس ظبط معي وبالنسبة لكل شيء ظبط معي بالنسبة للرندرة وبالنسبة للبيكسلات والقصص التي اللي بيقولوا عليها، الموضوع كله كان انه عندنا DirectX اكس منزوع بلعبة فورتنايت والدايركت اكس 12 بشكل عام هو عباره عن مرحله بيتا او تجريبي بلعبه فورتنايت يعني هو مو ثابت معنا حاليا فنحن بدنا نستنى التحديث الجاي لحتى ينفع معنا هذا التحديث ويصلح لنا موضوع الدايركت اكس فاتمنى تكون استفدت بهذا المقطع ويا ريت تنشر هذا المقطع مع بين كل اصدقائك اللي استفادوا منه او حابين يستفادوا من هيك موضوع فلا تنسى كود دعم بالاتم شوب نيمو 9 مع جيم بلاي بسيط انا وهيك كنت عم عاني بالنسبه للرندره والدايركت اكس والقرفات كلياته باللعبه